Hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are going to learn simple past. السلام عليكم الاخوان, كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نتعلموا الماضي البسيط, غادي نشارك معكم طرق بسيطه ان شاء الله باش في اخر الفيديو تعلموا الماضي البسيط. ندوزوا للشرح. نبداو على بركة الله. في اللغة الإنجليزية عندنا أفعال منتظمة اللي كيتسمى regular verbs, هادو أفعال عندهم قاعدة, وأفعال غير منتظمة يعني ما عندهمش شي قاعدة, هادو أفعال كيتحفظوا اللي كيتسمى irregular verbs. نبداو بالأفعال اللي عندهم القاعدة ونشوفوا القاعدة ديالهم regular verbs. شوفوا القاعدة ديالهم, كاينة ثلاثة ديال الحالات. كاينة الحالة الأولى كنزيدوا الverb يدي أو لا I E D أو لا D فقط. نبدأ بالحالة الأولى اللي كنزيدو E D. شوفوا مثال, مثلا play يلعبوا, غادي نزيدو E D غيولي play لعبة, احنا حولناها الماضي. شوفوا مثال ثاني, مثلا call فعل call معنى يتصل, زدنا له E D ولا called اتصل. نشوفوا مثال ثالث, مثلا enjoy يستمتع, زدنا له ايدي حولناه الماضي ولا enjoyed استمتع. نشوفوا الحاله فاش كنزيدوا دابا اي ايدي ونبداو بالفعل study يدرس, زدنا له اي ايدي ولا study, ولا لاحظتوا هنا زدنا فقط زدنا اي ايدي. علاش؟ لان الفيرب كينتهي بواي وقبل منه حرف ساكن اللي هو دي, ضربنا على واي وزدنا اي ايدي. مفهوم؟ نشوفوا مثال ثاني, مثلا cry فعل يبكي, ضربنا على W اللي قلنا وزنا IED ولا cried. مفهوم؟ نشوفوا مثال ثالث, مثلا try يحاول, ضربنا على Y زدنا IED ولا tried. مفهوم؟ نشوفوا الحالة فاش كنزيدو D فقط, نبدأ بالverb move يحرك, زدنا له دي ولا moved لأنه أصلا كينتهي هو بالحرف E move, أصلا هو راه منتهي بE, زدنا له دي فقط. نشوفوا دابا الverb leave يعيش, زدنا له دي ولا lived. مفهوم؟ نشوفوا فعل ثاني, مثلا arrive يصل, زدنا له دي فقط ولا arrived. مفهوم؟ نزيد نشرح اكثر. قلت الى لقيتي فيرب فعل كينتهي بحرف واي وقبل منه حرف ساكن, حروف ساكنه كثار, ناخذ مثال ان بي ار الى اخره, كنضرب على واي وكنزيد اي اي دي وكيولي فيرب ستادي ستادي, ما عدا هاد الحروف بخمسه اي 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 او يو, لانني الى لقيت الفيرب كينتهي بواي وقبل منه شي حرف من هاد الحروف بخمسة ما يمكنليش نطبق القاعدة. ناخدو مثال, ناخدو شي verb كينتهي بواي وقبل منه حرف متحرك, ناخدو مثلا verb enjoy يستمتع, ولا لاحظتو كينتهي بواي ولاني قبل منه حرف متحرك من هاد الخمسة, يعني ما غاديش نضرب على واي, هنا غادي نزيد ed, غادي يولي verb enjoy استمتع. دابا ندوزو الافعال اللي مازالي. الا ما لقيت حتى شي فيرب كينتهي بواي وما تنتهيش باي كنزيد ليه ايدي, مثلا كول كنزيد ليه ايدي كيولي كولد. مفهوم؟ نشوفوا الحاله الاخيره, الا لقيت الفيرب كينتهي باي كنزيد ليه دي, مثلا موف كينتهي باي زدت ليه دي موفد. مفهوم؟ دابا نشوفوا الافعال الغير منتظمه اللي كيتسموا irregular verbs, هادو افعال ما عندهمش القاعده كثار كيتحفظوا. ناخذوا بعض الامثله منهم, مثلا verb drink يشرب, ولا بغينا نحولوه للماضي غادي يولي drank شرب. ناخذوا verb buy يشتري, ولا بغينا نحولوه للماضي غادي يولي bought اشترى. نشوفوا فعل go ذهب, ولا بغينا نحوله للماضي غادي يولي went. الى لاحظتوا هاد الافعال
ما عندهمش القاعدة وكيتغيروا، يعني خاصهم يتحفظوا. ولا بغيتي تحفظهم خاصك تبقى ديرهم في جملة وتبقى تستعملهم في الحياة اليومية ديالك، هكا غادي تعقل عليهم. دابا نشوفوا كيفاش نكتبوا جملة في زمن الماضي البسيط. نشوفوا القاعدة ديال زمن الماضي البسيط اش كتقول. كتقول خاص يكون subject اللي هو فاعل زائد verb in the past فعل في الماضي. هنا كنقصدو دوك الافعال اللي تعلمنا regular verbs او لا irregular verbs، زائد object اللي هو مفعول به زائد تتمة الجملة. حتى لهنا مفهوم. غادي ناخذ مثال لهذه القاعدة. مثلا غنقول لك انا شريت تليفون البارح، هنا كنهضر على الضمير I. غادي نقول I bought a new phone yesterday، انا شريت تليفون البارح. ولا رديتوا البال هنا الverb bought، الفعل ديالو الاصلي هو buy، حولناه للماضي ولا bought. نفس الشيء كيطبق على هي وشي ويو ذي وي. كنحط الفيرب في الماضي ونكمل. مفهوم؟ نشوفوا فوقاش كنستعملوا دابا زمن الماضي البسيط. ان الاستعمال ديالو كيعاوننا باش نضبطوا اللغه الانجليزيه. كنستعملوا زمن الماضي البسيط ملي كنبغيو نهضروا على شي حاجه درناها البارح وانتهت. نشوفوا مثال. مثلا هاد الصوره لمجموعه من الاطفال كيلعبوا كره، لنفترض هاد الاطفال لعبوا الكره البارح. غادي نقولوا باللغه الانجليزيه they played football yesterday، لعبوا هما لعبوا الكره البارح. والوقت المحدد هنا هو yesterday البارح. نشوفوا مثال ثاني. مثلا هاد الشخص راجع الدروس ديالو البارح، غادي نقولوا باللغه الانجليزيه he revised his lessons yesterday، هو راجع دروسه البارح. مفهوم؟ دابا نشوفوا كيفاش نديروا جمله في حاله النفي النيجاتيف زمن الماضي البسيط. قلنا هذا الشخص قام بمراجعه الدروس ديالو، he revised his lessons yesterday. دابا بغيت نديرها في حاله النيجاتيف، نقول هذا الشخص ما راجعش الدروس ديالو. غادي نقول he did not revise his lessons yesterday، هو ما رجعش الدروس ديالو البارح. نشوفوا التغيير اللي درنا. ضمير هي بقى بلاصتو، ودو صرفناه للماضي ولا ديد، وزدنا ناقص ديال النفي، والفيرب ريفايز بقى في الصوره الطبيعيه ديالو، وكملنا الجمله هي lessons yesterday. مفهوم؟ يعني في النيجاتيف في الماضي البسيط كنحط الضمير وكنصرف الفيرب الماضي، وكنزيد النوت ديال النفي، وداك الفيرب اللي كاين عندي في الجمله ديال المثبته كان ما كنصرفوش، كنخليه في الصوره الطبيعيه ديالو وكنكمل الجمله. مفهوم؟ نشوفوا مثال ثاني. قلنا هاد الاشخاص لعبوا الكره البارح، وقلنا they played football yesterday، هما لعبوا الكره البارح. دابا بغيت نديرها في حاله النفي النيجاتيف، نقول هما ما لعبوش الكره البارح. غادي نقول they did not play football yesterday، هما ما لعبوش الكره البارح. نشوف التغيير اللي وقع. they بقات بلاصتها، دو صرفناه للماضي ولا did، وزدنا not ديال النفي، وplay بقى في الصوره الطبيعيه ديالو. علاش ما زدناش play ed؟ لاننا صرفنا الفيرب دو ولا ديد، يعني ما يمكنش نصرف جوج افعال في جمله واحده. مفهوم؟ نشوفوا دابا اخر حاجه في زمن الماضي البسيط اللي هو السؤال. كيفاش نكون سؤال في زمن الماضي البسيط؟ نشوفوا هذه الصوره لشخص نعتبره ما لعبش الكره البارح، وقلنا في النفي كنديروه he did not play football yesterday، هو ما لعبش الكره البارح. دابا بغينا السؤال، غادي نقول did he play football yesterday، واش هو لعب الكره البارح. نشوفوا التغيير اللي درت. did جبتها لقدام، الضمير هي
بقى في بلاصتو وضربت على النوت وكملت الجملة Did he play football yesterday؟ والجواب غيكون إما Yes he did أو لا No he did not. مفهوم؟ نشوفوا مثال تاني. نشوفوا هاد الشخص نعتبره ما راجعش الدروس ديالو، قلنا في النفي كانوا يقولوا He did not revise his lessons yesterday، هو ما دارش الدروس ديالو البارح. بغينا ندير السؤال غادي نقولوا Did he revise his lessons yesterday؟ واش هو دار الدروس ديال رجع الدروس ديالو البارح؟ اش درنا؟ Did مشات لقدام، الضمير هي بقى في بلاصتو وضربنا على النوت وكملنا جملة عادي. السؤال غادي يكون الجواب غادي يكون Yes he did أو لا No he did not. مفهوم؟ في السؤال اش كنديرو؟ كنحطو ديد هي الاولى وموراها السبجكت، مورا السبجكت كنديرو الفيرب في الحالة الطبيعية ديالو ونكملو الجملة عادي. والسؤال كيكون والجواب كيكون يا اما بيس هي ديد او لا نو هي ديد نوت. مفهوم؟ نشوفو دابا واحد كويز، واحد الاختبار، نشوفو واش فهمنا هاد الزمن. بحال هاد التمارين كيتحطوا في الامتحانات. نبداو بالمثال الاول Yesterday I play basketball with my friends. لاحظتوا بين قوسين عندنا هنا الverb play، وهاد الverb play يلعبوا من الافعال المنتظمة، غادي نزيد ed وغادي تولي الجملة Yesterday I played basketball with my friends. نشوفوا مثال ثاني، عندنا الضمير وي وبين قوسين عندنا not و visit، غادي نقول did not visit وغادي تولي الجملة we did not visit our families in the last weekend. نشوفو مثال تالت، لاحظتوا هذه الجملة كتنتهي بعلامة استفهام اللي هي السؤال، وقلنا في السؤال كنبداو بديد وغادي نقول did you والverb اللي بين قوسين غادي تحط كما هو وغادي تولي الجملة did you study for the test last weekend. نشوفوا مثال رابع، ولا لاحظتوا هنا عندنا الverb بين قوسين speak يتحدث، وهو من الافعال غير منتظمه اللي غادي يولي spoke وغادي تولي الجمله I spoke with my friend 10 minutes ago. نشوفوا اخر مثال، عندنا هنا she وبين قوسين not و come verb come، يعني هذه جمله منفيه، غادي نقول she did not come to class yesterday. مفهوم؟ دابا نخليكم مع واحد المحادثة قصيرة. Good morning, Saeed. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good, thanks. What did you do yesterday? Yesterday, I revised my lessons. Wow, that's good. Thanks. What about you? Yesterday, I played football with my friends. Good. So I have to go now and have a good day. See you later, Ahmed. Thank you so much for your time. With my pleasure, Saeed. See you soon. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم ونتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله.